من ضمن الاخبار كمان الخاصه بالفريق وهو ان الجهاز الفني بيطمئن على وليد سليمان ومروان محسن في مران اليوم. احنا عارفين ان في بعض التدريبات البدنيه المكثفه للاثنين دول بالتحديد سواء وليد سليمان او مروان محسن، وخصوصا ان هم لسه راجعين من اصابات مختلفه، فبالتالي تركيز كبير جدا في كيفية تأهيلهم بشكل جيد، كيفية طبعا أداء عمليات الاستشفاء الخاصة بهم بعد المباراة الأخيرة اللي شاركوا فيها طبعا حتى لبعض الدقائق القليلة، لكن أكيد كان لهم دور مؤثر جدا كان واضح خلال المباراة. مروان محسن لعيب مهم جدا في خط الهجوم، وليد سليمان لعيب مهم جدا جدا كلنا عارفينه وخبراته أكيد هامة جدا بالنسبة لصفوف النادي الأهلي خلال المرحلة الحالية بعد عودته من الإصابة. احنا فقدنا وليد سليمان لحوالي 3 أو 4 شهور، فبالتالي كانت عودته أيضا غاية في الأهمية في الحقيقة. فبالتالي هما كان لهم بعض البرامج الاستشفائية الخاصة بوليد سليمان ومروان محسن، وبعض التدريبات كمان التأهيلية والبدنية اللي من دورها أو بدورها بتعلي المعدل البدني عند وليد ومروان، أكيد هيكونوا عنصر أو عناصر مهمة للنادي الأهلي خلال المرحلة اللي جاية وفيما تبقى من مباريات في بطولة الدوري. طيب بالنسبه كمان للاصابات، احنا عارفين عندنا اصابه يمكن بقى لها فتره كبيره شويه، عمرو جمال لاعب مهم جدا في صفوف النادي الاهلي او بقى له فتره كبيره قوي 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 بعيد عن الملاعب، بقى لنا فتره كبيره جدا جدا ما نشوفش عمرو جمال بيلعب، دي بعض طبعا اهداف عمرو جمال. وفي الحقيقه فاكرين طلعت عمرو جمال لما كان اول ما طلع كده من قطاع الناشئين في النادي الاهلي كانت طالعه في الحقيقه يعني كبيره جدا، وكل تنبأ بشكل كبير ان عمرو جمال ده خليفه عماد متعب الحقيقي، وفعلا الراجل قدر ان هو على مدار سنتين ثلاثه يبقى لعيب كبير قوي، وقدر ان هو يساهم بشكل كبير في احراز العديد والعديد من الاهداف والبطولات مع النادي الاهلي المؤثره بشكل كبير، وكانت اخرهم طبعا بطوله كاس مصر الاخيره اللي قدر يفوز بها النادي الاهلي الموسم قبل الماضي، واللي قدر ان هو يحرز هدف مهم جدا، هدف تعادل الاهلي في الاكسترا تايم، وكمان بعديه ضاف احمد فتحي هدف كان مهم من اسيست كمان لعمرو جمال. لكن عموما يعني عمرو جمال الفتره دي بيشتكي من العضله الاماميه، ودي كانت اصابه كانت عنده ايضا سابقا وكان شفي منها وبعدين نزل الملعب وجات له تاني، فعمل اشعه النهارده جديده على العضله الاماميه بالتحديد عشان يتم قياس مدى تلاؤم العضله ومدى امكانيه عودته للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، ومن ثم انه ممكن يكون متاح للجهاز الفني لو طلبوا الجهاز الفني للمشاركه في المباريات خلال الفتره اللي جايه. يعني حالته بتتحسن بشكل كبير عمرو جمال، وممكن يكون اضافه قويه للنادي الاهلي خلال المرحله المقبله، وهو لعيب في الحقيقه مهم جدا جدا، نتمنى عودته سريعا للنادي الاهلي. مش عمرو جمال بس، اكيد اي لاعب يفقده النادي الاهلي خلال الفتره دي نتمنى عودته سريعا. ليه؟ عشان يكون في خيارات كتير جدا للجهاز الفني، الخيارات دي بدورها بتقدر تساعد الجهاز الفني في المباريات، في الشكل التكتيكي، الشكل الفني اللي عايز يبتدي بيه اي مباراه، الاستراتيجيه اللي بيفكر فيها، السيناريو اللي عايز يلعب بيه، ده بيبقى بناء على الادوات اللي معاك. لما بتفقد بعض الادوات ممكن يكون انت بتضطر تعمل بعض الافكار اللي انت ممكن ما تكونش عايزها قوي او ما تكونش اساسيه بالنسبه لك، لكن لما يكون عندك كل اللاعبين متاحين فبيبقى عندك خيارات عديده في الحقيقه تقدر من خلالها تستغل هؤلاء اللاعبين في الفوز في المباريات. نتمنى عوده عمرو جمال وكل اللاعبين ان شاء الله سريعا خلال الفتره اللي جايه.